مرحبا بكم متابعينا. قضايا التحايل في الفروع البنكية موجودة بكثرة حول العالم، وكل مرة نشوفوا فكرة جديدة وطريقة مبتكرة لسرقة الأموال بالمليارات من الفروع البنكية. لكن اليوم عملية سرقة لإحدى الفروع البنكية داخل البلاد التونسية خلت كل المحققين ينذهلوا من الطريقة الجهنمية اللي استطاع أحد الموظفين في إحدى الفروع البنكية التونسية القيام بها، واستطاع التحيل على أكثر من 2.5 مليار دينار. أي نعم، وفق الأبحاث المجراة في ملف القضية هذه بأن الإطار البنكي المتهم بسرقة أموال طائلة من الفرع البنكي اللي كان يشتغل فيه اعتمد طريقة جهنمية ومذهلة للغاية في سرقة الأموال من داخل الفرع البنكي وتحويلهم إلى عدة حسابات بنكية أخرى. اعتمد الشخص هذا طريقة جهنمية ومذهلة في تغييرات جوهرية على المنظومة البرمجية الإعلامية التابعة للبنك، وهذا من خلال إدخال معطيات وهمية ومغلوطة داخل النظام البنكي تظهر إنه الأموال اللي استولى عليها شخص هذا واللي قام بسرقتها لا تزال موجودة على النظام البنكي ولم يتم المساس بها، وهذا بطبيعة عبر أساليب سرية قام بها الشخص هذا، وعلى ما يبدو إنه كان مهندس برمجيات حتى يستطيع القيام بالطريقة هذه. لكن والحمد لله الفرع البنكي تفطن إلى نقص في الأموال واستطاع إنه يتوصل الجني بعد ان افتح تحقيقات في الغرض واللي كان الاطار البنكي هذا. وبالطبيعة الموظف البنكي هذا امثل امام هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة، وهذا على خلفية القضية هذه اللي تتعلق به بالاستيلاء على اموال ضخمة من حسابات حرفاء البنك واللي فاتت قيمتها 2.5 مليار، وتم تجميد كل حساباته البنكية وحجز كل الأموال اللي تخلدت على ذمته، وبإذن الله باش يلقى العقاب اللازم. في آخر الفيديو إن شاء الله ربي ظهر الحق، وما تنساوش باش تشتركوا وتفعلوا زر الجرس باش ما فيكم بكل المستجدات.